two balls of equal mass undergo a perfectly elastic head-on collision. If one ball's initial speed 2 meter per second and the other's was 3.6 meter per second in the opposite direction. يعني عندنا واحدة يمين مثلا واحدة يسار بسرعة مختلفة، هنا 2 وهنا 3.6 متر بير سكند. طيب خبطوا في بعض، بيسألني what will be their speeds after the collision. طبعا بعد ما يخبطوا كل واحد هترجع اتجاه اللي جت منه، بس بتأكيد بسرعات مختلفة. عايزين نعرف السرعات المختلفة دي كام. مبدئيا أي collision سواء إلاستيك ولا نون إلاستيك لازم أطبق الكونزرفيشن اوف مومنتم قبل وبعد، يا اما اي واف مثلا او واحد واتنين. طيب بيفور كان عندنا الماس اللي هو ام في في واحد، خلينا نقول زي نكتب القانون الاول ام في في اتنين هيساوي ام في واحد داش بعد التصادم في اتنين داش، كلهم ايكوال. هنا 2 وهنا ماينس 3.6. إذا معادلة أولى تقول إن ال في واحد داش ال في اتنين داش بتساوي ماينس 1.6. طيب طالما perfectly elastic معنى كده أقدر أطبق المعادلة اللي بتقول في اتنين ناقص في واحد يساوي ماينس في اتنين داش ماينس في واحد داش، نفس القيم بس في اشارة ده قبل وده بعد، بس حط اشارة ماينس. ال في اتنين كان ماينس 3.6 وهنا 2 مجاهيل. اذا معادلة تانية بتقول ناقص في ناقص يعني زائد في واحد داش ناقص في اتنين داش بيساوي، انا بس فكيت الاقواس، ماينس 5.6. لو قلت دي واحد ودي اتنين وجمعنا، اذا اتنين في واحد داش بتساوي نجمع دول هتبقى 6.7.2. اذا في واحد داش ماينس 3.6 متر بير سكند، يبقى في واحد جايب اتنين رجعت بسرعة ده، وفي اتنين داش هتساوي نجيبها منين؟ نجيبها مثلا من هنا، نودي دي هنا ونجيب دي هنا، يبقى ماينس 3.6 زائد 5.6 يطلع 1، لا تطلع 2 متر بير سكند. في 2 داش اللي جايب 3.6 رجعت بس بالسالب، احنا عندنا ده هيجي من هنا هيبقى موجب، وده هيجي من هنا سالب، لا يبقى موجب. فموجب يعني هو كان جاي سالب رجع موجب، يبقى بعد في واحد داش اللي جايب اتنين موجب رجع بتلاتة بون ستة سالب، وفي اتنين داش في اتنين او ام اتنين اللي جاية بتلاتة بون ستة سالب رجعت باتنين موجب، يبقى كل واحد جه ورجع في نفس الجهة بتاعته بس خد سرعة الجسم الاخر.